هناك أيضا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع انطلاقة الشوط الرابع عشر والمخصصة للإبكار محليات الأصايل في هذه الفترة المسائية. وهناك جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة الصدارة المقدمة المركز الأول. هناك الاندفاع الجميل بهذه الشعارات المميزة التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. هناك الظبي راشد بن مبارك بن حمد الهاجري على الصدارة والمقدمة المركز الثاني. أتابع هناك الوصول في هذه اللحظات. تقدمت الواعية بشعار مبارك بن خليفة بن زهرة آل خيلي على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث. ايضا المركز الثاني في هذه اللحظات هناك ايضا الشاهينية عامر بن عبد الله بن محيروم آل محرمي. والمركز الثالث الوصول من مياسة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. والمركز الرابع القدوم هناك ايضا والزحف من المراكز الخلفية في هذه اللحظات الوصول من الشاهينية خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي. والمركز الرابع في هذه اللحظات تتقدم هناك ايضا جايب احمد بن غانم بن علي المنصوري المركز السادس. هناك ايضا من الجانب الايمن والتحدي والاثاره في هذه اللحظات الله يا الشاهينيه سلطان بن سيف بن محمد السويدي. ولكن شوفوا من القادم هنا والمنطلق في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل وصلت هناك ايضا درعا حمد بن مطر بن عميره الشامسي. وهناك الوصول ايضا من محبوبه عبد الله بن شامس العامري. هناك ايضا يتواجد في هذا التواجد المركز الثامن الشاهينية محمد بن هلال بن عيضه المزروعي. والمركز التاسع هناك التحدي والإثارة في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. يا سلام أرى شعار بن مفتاح يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار مع سلهودة محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. والمركز العاشر عاشر التحدي والإثارة وحيشة وحيشة بشام بن محمد بن فهيد العجمي. هكذا النداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة. عود إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول. بدأ التغيير هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. بدأ التغيير هناك أيضا على المركز الأول. هناك الشاهينية عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي هناك أيضا يتواجد مع الشاهينية على صدارة هذا الشوط. ولا لكن وصلوا هنا، وصلت هذه الأسماء الجميلة هنا. الظبي 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 مع المركز الثاني راشد بن مبارك بن حمد الهاجري هناك ايضا يتواجد مع المركز الثاني. اتابع المركز الثالث الوصول من الشاهينية في هذه اللحظات خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي. ولكن الله يا سلام شعار بن مفتاح يتقدم هناك مع سلهودة محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يتواجد هناك ايضا على صدارة هذا الشوط. اتابع المركز الرابع، اتابع الظبي هنا راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري. ولكن هناك الوصول من درعا هناك ايضا يتواصل هذا الشعار شعار زاخر حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. وهناك ايضا مياسة مياسة تقدم خليفة بن علي بن خليفة الرميثي 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 محبوبة. هناك ايضا من الجانب الايمن عبد الله بن شامس. هناك ايضا من عتيق العامري يتواصل في هذا التواصل. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط ابكار محليات الأصايل. الله 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 المنحنى الأخير المنحنى الأخير. ولكن ضبية ضبية وصل بن غصنة سعيد بن سالم بن غصنة العامري هناك أيضا يتواجد في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. وهناك أيضا هناك الهبوب 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 حمد بن علي بن جابر الحنزاب هناك أيضا يتواجد في هذا الشوط. أعود إلى الصدارة الكيل الأخير الكيل الخطير من لديه زود فليتقدم السيارة بالانتظار. من هو سعيد الحظ؟ الصدارة والمقدمة الشاهينية الشاهينية خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي هناك ايضا على صدارة هذا الشوط، على صدارة هذا الشوط. المنصة بانت المركز الثاني سلهودة سلهودة على المركز الثاني محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على ثاني المراكز في هذه اللحظات. الامور في خطر، الشوط بدأ يشتغل.
تشتعل. هناك أيضا على صدارة هذا الشوط جولة الأوامر النهائية. هنا بدينا بالعد التنازلي، المركز الثالث الوصول من مياسة، ولكن هناك الوصول والتقدم من درعة حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، وهناك ضبية سعيد بن سالم بن غصنة العامري هناك أيضا يتواجد مع المركز الرابع. الله يا هذا الشوط، الوصول من غزوة، بدأ الغزو في هذه اللحظات، ووصل هذا الشعار محمد بن راشد بن غانم المنصوري هنا، الشعار الختماوي هناك أيضا يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، وهناك أيضا الهبوب حمد بن علي بن جابر، هناك أيضا بن حنزاب المري، ولكن الصدارة وين؟ 300 متر الأخيرة، هنا السيارة محتارة، السيارة تحتار ما بين هالشعارات، الهبوب وهناك أضبية والهبوب والشاهينية، وهناك درعة في موقع واحد، مسار واحد، تحدي إثارة جميلة هناك أيضا نحو خط نهاية. الله يا العامري، سلام يا العين، سلام هناك مع أضبية سعيد بن سالم بن قصنة عامري، هناك أيضا للمرة الثانية على التوالي المركز الثاني كان من نصيب الهبوب حمد بن علي، أيضا بن حنزاب جاب المري، المركز الثالث كان من نصيب أيضا الوصول من الشاهيني خليفة بن حمد بن سليم يكتبي، والمركز الرابع أيضا لحظات الوصول من درعا حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، هناك أيضا التواجد مع المركز الرابع، والمركز الخامس أيضا لحظات الوصول من غزوة محمد بن راشد بن غانم المنصوري. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة، أيضا تحية والإثارة مستمرة دائما من هذه الشعارات. أعود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، أيضا مع ضبية سعيد بن سالم بن قصنة العامري قدمت العرض الجميل والعرض المميز، أيضا 7 دقائق بلا شك، أيضا لحظات الاندفاع وأيضا 9 أيضا 7 دقائق 39 6 أجزاء من الثانية، بينما كان من نصيب المركز الثاني أيضا قدمت العرض الجميل والمميز من الهبوب حمد بن علي بن جابر بن حنزام المري، والتوقيت الزمني أيضا للمركز الثاني بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق. المركز الثاني أيضا 7 دقائق 39، هناك أيضا المركز الأول و6 أجزاء من الثاني، بينما المركز الثاني أيضا 7 دقائق 39 9 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث قدمت العرض الجميل وكان من نصيب الشاهينية خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي، وأيضا 7 دقائق 40 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس جميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.